ضوءا للفت الانتباه. وتذكروا لا تقوموا بنفخ سترة النجاة قبل خروجكم من الطائرة. كما تتوفر لدينا مسترزقات العوم الخاصة بالرضع إذا كنتم تجلسون في مقصورة درجة رجال الأعمال. وأوقعتم جوالكم تحت المقعد. اطلبوا المساعدة من أفراد طاقم الخدمة للعثور عليه. لا تحركوا المقعد فقد يتسبب ذلك في إتلاف الجوال وبصريته. يرجى الآن التأكد من أن كافة أمتعة اليد موضوعة في الخزانة الموجودة فوق رأسكم أو تحت المقعد أمامكم. وربط أحزمة المقاعد بإحكام وإعادة مقعدكم إلى الوضع القائم وإنزال مسنة الذراع وطي طاولات الطعام. يجب إغلاق الأجهزة الإلكترونية بما فيها الهواتف المتحركة والأجهزة اللوحية أو ضبطها على وضع الطيران الآمن أثناء الإقلاع والهبوط. كما يجب إبقاء الواي فاي والبلوتوث وخدمات التجوال مغلقة لحين إبلاغكم غير ذلك. كافة دورات المياه مجهزة بكواشف الدخان ويعتبر التدخين على متن هذه الطائرة ممنوعا في جميع الأوقات بما في ذلك استخدام أو شحن أجهزة التدخين الإلكترونية. شكرا لحسن انتباهكم. Shoes and leave all hand baggage on board. Your seatbelt is fastened